الفيديو ده هيكون اول فيديو من سلسلة السير سابيو، وفي السلسلة ده هنلعب نمط المدير الفني وهنحاول ان احنا نوصل لاعلى قمة. وهنا زي ما انتم شايفين بنلعب 10 ماتشات في القسم، والفوز بثلاث نقط والتعادل بنقطتين والخسارة مش بتاخد نقط خالص. وفي القسم ده مطلوب مننا عشان نصعد نجمع 6 نقط، وانا دلوقتي معايا 3 نقط، فلو كسبنا الماتش ده هنصعد رسميا للقسم اللي بعده. بالنسبة بقى للتكتيك اللي هنلعب بيه، فده هيكون تكتيك بناء اللعب، وده هيكون تكتيك الهجوم، وده هيكون تكتيك الدفاع. نيجي بقى الماتش، وهنا تشكيلتنا المتواضعه اللي بتيجي باوفر 116، وهنا بقى تشكيله الخصم اللي بتيجي باوفر 100، ومن الواضح كده انه لسه مبتدئ. يبتدي الماتش وعرضيه من راشفورد الريتشا اللي تتقطع منه، ولكن يرجع الكره تاني ويلعبها لفيست عشان فيست اللي شمع الكره في الشبكه ويسجل الهدف الاول. نيجي بقى للدقيقه 20، وهنا بقى فيست اللي يبعت ثرو باص ولا اروع لهافرت عشان يعرضها على طول لريتشا اللي ياخد الكره وان تاتش على طول ويسجل الهدف الثاني. اخر 10 دقائق في الشوط الاول، وركنيه ملعوبه من كيميتش على الزولة عشان يرتقي ويرزع الكرة براسه ويعزز النتيجة ل3-0. في الشوط الثاني ما كانش في اي خطورة واللعب كان كله مقفل، فغيرت التكتيك للتحكم بحيث اقدر استحوذ على اللعب وامسك كورة، ولكن برضو كان اللعب كله مقفل، ده غير ان اللعيبة كانت وقعت بدني، عشان تنتهي المباراة على كده بنتيجة 3-0.